السلام عليكم إخوتي أخواتي محبي الجرافيك ديزاين. اليوم سأقوم بشرح درس كيفية تغيير الوجه في فوتوشوب. أولا، كما ترون علينا اختيار صورتين، ففي سبيل المثال أنا قمت باختيار صورة براد بيت وتوم كروز. نقوم باختيار إحدى الصورتين، ثم نقوم بعمل سيلكشن لجزء من الوجه. نختار Pencil ونبدأ بعمل Selection. كما ترون نقوم فقط بعمل سيلكشن لجزء من الوجه المراد استعماله. بعد القيام بسيلكشن نضغط Ctrl C أو نقوم بأخذ ذلك الجزء ووضعه فوق الصورة، أو نقوم بCtrl C Ctrl V. نقوم بأخذ القياس المناسب لكي تكون الأعين فوق الأعين والفم فوق الفم. حتى نرى أنه القياس مناسب، بعد ذلك نقوم بدبل كليك ونضغط كنترول كليك، نذهب سيلكشن موديفاي كونتراكت، نضع الرقم 5، اوكي. نذهب الى الصورة الثانية، نقوم بدبل كليك لكي نعمل على الصورة، ثم نحدث ذلك الجزء من الوجه. بعدها نقوم بعمل سيلكشن للصورتين، نذهب إلى Edit Fusion Automatic Decalque، نقوم بكليك على خانة Panorama Toutes couleurs confondues، أوكي، ونحصل على هذه النتيجة. وهكذا نكون قد أتممنا درسنا. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.